أوجب الله سبحانه وتعالى علي وعليك أن أؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الشيخ، هذا اعتقادا من جهة العقيدة، فيجب علي أن أعتقد أن الله هو الشيخ. طيب إذا صار بي مرض وهذا المرض يقول الأطباء يجب أن أبتر هذه القدم، فأوجب علي أن أقول للطبيب أبتر. لماذا؟ لأن الله أوجب علي أن أحفظ هذا البدن من التلف، فقطع البعض لسلامة هذا الكل هذا أوجبه الشرع. وكذلك في الكورونا أعتقد أن النافع والضار هو الله، لو ذهبت إلى الصحراء وأراد أن يصيبني يصيبني هذا المرض، وإذا لم يرد أن يصيبني ولو كنت في منطقة كلها كورونا لا أصاب، الله ينجيني سبحانه وتعالى. هذا من جهة الاعتقاد، لكن من جهة الفعل أوجب علي أن لا أذهب إلى أرض الوباء ولا أن أخرج من أرض الوباء إلا إذا عندي علاج، عندي أمر، حتى لا أنقل هذا المرض، لا يتعدى إلى غيري، لا ضرر ولا ضرار.